السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم إكرام بريستيج. غادي نشارك معكم الصابلي شوكولا، كيجي زوين رائع كما كتشوفوا معايا. سمحوا لي صوتي ماشي وهذاك حيت مريضة شوية، واخا هكاك صايبت هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف للتعاليق اللي كتخليو ليا، شكرا للناس ديالي اللي ديما مساندني، اللي يخليكم ليا. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في المكونات عندي نص كاس زيت نباتية، كاس أي بسكوي طحن ممكنكم تستعملوه طحنوه، نص كاس سكر سنيدة، وجوج بيضات، وميتين وخمسين غرام زبدة ممكنكم تستعملوا أي نوع ديال الزبدة، وجوج أكياس كاكاو، وكيس فانيلا، وبالنسبة للدقيق حسب الخليط. غادي نضيف الزبدة، قليل من الملح لتصحيح الذوق، سكر، غادي نخلط كيس فانيلا، غادي نخلط المكونات مزيان، غادي نخدمهم مزيان بيدي، وغادي نزيد نص كاس الزيت، وغادي نزيد جوج بيضات، غادي نستمر نخلط المكونات مزيان كما كتشوفوا معايا. وغادي نزيد البسكوي اللي طحنته مزيان، بودرة الكاكاو، وغادي نخلط المكونات كما كتشوفوا معايا مزيان. كيجي هاد الصابلي رائع، فيه واحد المذاق زوين بزاف. وغادي نزيد الدقيق، صافي كما كتشوفوا معايا. من بعد ما جمعت العجينه الصابلي كتجي على هذا الشكل كالعاده، بلاستيك ضروري بلاستيك علاش نطلقوا الصابلي. صافي غادي نستمر، غادي نطلق الصابلي مزيان، العجينه الصابلي مزيان. وبالنسبه للرشمه اي رشمه نتوما بغيتو واللي متوفر عندكم استعملوه.
صافي وغادي نقطع الصابلي كامل على هذا الشكل او على الطابع اللي بغيتو نتوما او الرشمه اللي بغيتو نتوما. كل واحد يستعمل داكشي اللي عنده واللي كيبغي خاطرو. صافي وغادي ندخل الصابلي للفران كالعاده. الفران 180 درجه او بالنسبه للفران عادي نقصوا ليه وردوا ليه البال، ما كاينش مشكل يطيب ونتلاقاو للتزيين. كما كتشوفوا معايا من بعد ما طاب الصابلي ذوبت الشكلاط في حمام مائي، وغادي نحاول نغطي كامل بالشكلاط وكيبقى تزيين حسب الذوق. كما قلت لكم كل واحد كيخدم داكشي اللي عنده واللي كيبغي بخاطره. وذوبت الشكلاط الكحل حتى هو غادي نكمل تزيين الصابلي. صافي كما كتشوفوا معايا من بعد ما كملت الصابلي الشكلاط غادي نحاول نزينه بهاد الفويتي مغلف او عقيق السكر كيبقى حسب الذوق. يمكن لكم تخليوه هكا عادي، كل واحد يخدم داكشي اللي متوفر عنده وكيبقى حسب الذوق وحسب الاختيار. وهذا هو الشكل النهائي للصابلي ديالنا. كما كتشوفوا كيجي زوين رائع يستحق تجربة،
وبصحتكم وراحتكم. شكرا على المتابعة، تلاقوا فيديو جديد إن شاء الله.